كده المفروض عملت ستارت ريكوردينج. اوكي بتظهر يا جماعه، بتظهر يا جماعه عندكم لما اجي اعمل ستارت ريكوردينج بتظهر عندكم ان بدأ التسجيل؟ ايوه اي دكتور. تمام طب تمام اوكي. لا سريعا كده احنا خدنا ايه برضه، نعمل فلاش باك سريع كده. احنا لسه يا جماعه ما زلنا، وده مش لكشر 1، هو ده بارت 1 يعني، او ايه، او نسميه هاف 1 اللي هو نص المنهج يعني. خلاص بايثون بيزكس خدنا ايه فيه سريعا كده، خدنا تعريف البايثون واغراضها خلاص، وهي شغاله ان شغاله في كل مجال. طبعا عشان اشغلها بحتاج ايه، بحتاج اي دي اي قلنا قبل كده، انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، بيئه تطوير متكامله. وخدنا مثال ثاني، سيادتك تختار اي دي اي اللي يريحك زي ما انت عايز، عايز باي شارم، عايز في اس كود اشتغل. وان كنت لو انت عايز نصيحتي، لو انت عايز نصيحتي ان بروجرامنج عامه، استخدم فيجوال ستوديو كود خلاص. ايدر كده محترم، وبعدين ايدر تقدر تشغل عليه كل لغات البرمجه. نزل بس الحاجه بتاعته، البلجنز بتاعته خلاص، يعني انستول على الفي اس كود وابدا اشتغل، والدنيا ايه، والدنيا تمام. مش عارف الناس عماله تبعت لي يا جماعة، هو الناس مستعجلة ليه يا جماعة؟ كتبت الاسم يا جماعة، ها؟ الناس ليه مستعجلة يعني؟ احنا طرنا لسه بنقول يا هادي يعني، تمام؟ وبعدين لما اقول اكتب الاسم، تكتب الاسم، واللي هو الغياب مهم قوي الدرجة دي يعني. مهم بس معلش برضه انك تفهم ايه اللي بيتقال، اعتقد اهم من الغياب يعني. اوكي طيب، بعد كده خدنا ازاي تعمل انستول بايثون سيبريتلي، انك بتروح لحاجة اسمها البايثون شيل، تمام؟ اللي هو الشكل ده يا جماعه، وانا ده ما انصحش بيه يعني. سيادتك تطبه، سطب ده كاساسي ماشي، ولكن ما تشتغلش بيه يعني، في مشاكل كتير. اللي هو ده يا جماعه، ده شكل البايثون ايه شيل، ده 3.7 اعتقد دلوقتي، في 3.9 ليتست فيرجن 3.9 تمام. طيب واتكلمنا او طبعا اول جمله على البايثون، برنت هالو وورلد. ميزه البايثون ان المكتبات بتبقى بري انستولد جواه، مش محتاج انده مكتبات كتير، الا اذا كانت مكتبه خارجيه بقول لها حاجه اسمها ايه امبورت. طبعا انا هنا بقى بطبع جمله عاديه، فبقول له ايه برنت هالو وورلد ماشي. وبعد كده عرفنا في حاجه اسمها كي ووردز، يعني يا جماعه كي ووردز يعني كلمات محجوزه داخل البايثون، سيادتك ما تستخدمهاش كاسم في اي حاجه، اي حاجه ايه يعني، ما خدهاش اسم متغير ولا اسم فانكشن تمام، ولا كلاس ولا اوبجكت. اوكي طب كام كلمه؟ 33 ووردز بس، اللي هم دول يا جماعه تستخدمهمش تمام. طيب خدنا بعد كده حاجه اسمها ايدنتيفايرز. الايدنتيفايرز يا جماعه هو النيم اللي انا بديه للفانكشن او الكلاس او الفاريبل خلاص، ولازم يكون تحت شروط معينه. يعني ايه؟ انا ممكن اختار اني ليتر، اني كاركتر فروم اي تو زي، كابيتال او سمول، اختار اي ديجيت، ولكن ما ابداش الايدنتيفاير بديجيت، اقول احمد زيرو وما اقولش زيرو احمد تمام، وما استخدمش زي ما قلنا الكي ووردز، وما استخدمش السيمبلز او السبيشال كاركترز فيما عدا الاندر سكور، فيما عدا الاندر سكور خلاص. وممكن استخدم اي طول اني لينز خلاص. بس قال لك في شويه حاجات كده، انك انت لما تحتاج او تكتب اسم متغير يبقى حاول يبقى مينينج فول، يعني اسم ذو معنى، ما تقعدش تكتبي رموز اكس واي وزي واي وبي وسي، الحاجات دي بتاعت ايه مش عارف تمام. مشكلتها انت لما تيجي تكمل على البروجرام قدام مش هتفتكرها، انت حاليا فاكرها، طب بعد شهرين مش هتفتكر. طيب خدنا بايثون ستيتمنت برضه يا جماعه، ملاحظين يا جماعه انا كل مره براجع كده ليه الحاجات دي، بقول المره المليون، عايز سيادتك تخدمها 500% خلاص. ويا جماعه يا ريت تقدر تخش على اني ويب سايت تمام، بيدربك على الحاجات دي. في يا جماعه في سايت، لو حد يسمع الناس ترد عليه دكتور، هو الصوت بيقطع، ممكن حد الصوت بيقطع من عندنا؟
اه من عند حضرتك. طب يا جماعة بيقطع كل اللي هو واحد اتنين؟ لا بيقطع دكتور، لا بيقطع دكتور. لا كده في واضح ان كده في اجماع تقطيع. طب كده دلوقتي كده احسن؟ اه يا دكتور. اه كويس اه يا دكتور. تمام. السؤال بتاعي، السؤال بتاعي، هل حد فيكم يعرف حاجة اسمها هاكر رانك او مش هاكر يعني هاكر يعني لا هو اسمه كده هاكر رانك او كود فورسز؟ حد يسمع عن الحاجات دي يا جماعة؟ اه دكتور. ايوه يا دكتور. اه طب بيعملوا ايه؟ هل هو عليك بيديك يا دكتور؟ ال ايوه بيديني ايه؟ ها بقى بيدي مسألة يا دكتور كود الجوريزم أو مشكلة وأنت بتحلها بلغة برمجة معينة. الله ينور عليك. هو بيديك بروبلمز كده، بيديك شويه مشاكل شويه مسائل كده انت سيادتك بتفكر فيها وتبدا تحلها، وكل ما تحل مساله بيديك ايه ماركس او بيديك درجات او بوينتس. تمام. ومش عايز اقول لك في ناس بيشتغلوا من عليهم، في ناس بيشتغلوا من عليهم. طب هتقول لي ايه علاقه ده بالكورس اللي احنا بنديه دلوقتي؟ سيادتك المسائل دي ممكن تحلها ها بلغه البايثون عادي جدا. انت في عندك لغات كده يعني سي بلس بلس وجافا وبايثون، في لغات تانية ممكن تحل بيها ولكن دول اهم 3 لغات ممكن تحل بيها. طيب حد سمع حاجة اسمها سي بي سي، مسابقات السي بي سي؟ طب عندكم في العاشر، عندكم في العاشر معهد العاشر في بتتعمل مسابقات سي بي سي؟ انا سمعت عنها في المعهد. يا جماعة الناس ترد عليا ما سمعتش عنها، مفيش حد. طب حتى ما سمعش عنها بره المعهد؟ طيب لا يا دكتور والله. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، طيب بصوا في عجالة كده عشان بس ايه، انا مش كل انا مش جاي لك عشان اشرح الكورس وخلاص، لا عشان اشرح الكورس واعرفك الدنيا من حواليك ماشي ازاي. بص في مسابقات غاية في الخطورة تمام وغايه في الاهميه اسمها سي بي سي، هي حاجه اسمها ايه بروجرامنج كونتست، اللي هي ايه بقى اللي هي مسابقات برمجه. ايه بقى مسابقات برمجه دي بقى؟ في حاجه اسمها لوكال وفي حاجه اسمها على مستوى الايجيبت وفي حاجه اسمها انترناشونال. ايه بقى لوكال دي؟ بتبقى على مستوى مثلا ايه المعهد اللي انت فيه او المنطقه اللي انت فيها او ممكن الدوله اللي انت فيها عادي جدا. تمام. هذه يا جماعه سيادتك بيديك برضو مسائل زي اللي على هاكر رانك وعلى كود فورسز، وسيادتك بتبدا ايه تحلها، ولكن المسائل دي بتبقى اصعب شويه وطيم تمام. طب المسائل دي بتفيدني في ايه؟ دي بقى مش عايز اقول لك، احنا عمالين ناخد في حاجات في البروجرامينج و و و هو بقى المسائل دي بتربط كل الحاجات دي مع بعض. تمام. فيا جماعه مسابقات من شانها يعني لو في تيم كده يتكون من عندكم، انا بس اسمع ان في تيمز في عندكم في هندسه يعني بتتكون في الحاجات دي. تمام. لو تسمع عنها او تقدر تشارك فيها باي صوره إن كانت يا ريت. هتبص تلاقي نفسك قاعد جنب واحد من حاسبات عين شمس، جنب واحد من حاسبات القاهره، بتشوف نفسك هل انت كويس ولا لا. تمام. طيب بايثون ستيتمنت، جمله البايثون يا جماعه هي عباره عن جمله منتهيه، واحنا قلنا في البايثون انا ما بنهيش الجمله بسيمي كولون زي باقي اللغات، لا جاست ان انزل السطر اللي بعده يبقى الجمله كده ايه انتهت. طب انا لو عايز بقى ايه مالتي لاين ستيتمنت، مالتي لاين ستيتمنت زي ما قلنا بعمل سلاش او بعمل التو براكتس او التو سكوير براكتس. لو عايز اعمل العكس اكتب كذا جمله على سطر واحد افصل بين كل ستيتمنت والثانيه بايه بسيمي كول. طيب الاندنتيشن قلنا وظيفته ايه؟ ها المره ال 50 وظيفته ايه؟ ها ان انا بدل ما بكتب بريسز زي بقيه اللغات عشان اعمل بلوك اوف كود، لا انا بعمل ايه؟ انا برجع اعمل باجي اجيب في الكونديشن او الفور لوب او الفانكشن او الحاجات دي كلها، بنزل او بعمل اندنت كده مسافه تحتيه كده تحت الفور دي. دي معناها ايه؟ معناها ان البرنت تابعه للفور، هنا الاف والبرنت تابعين للفور، البريك تابعه للاف، وكلهم تابعين لمين؟ تابعين للفور. دي ليه يا جماعه؟ ليه؟ عشان اوفر عليا كتابه البريسز عشان اديفاين ايه؟ ابلوك فود. طيب
خدنا بعد كده حاجه اسمها الكومنتس، التعليقات. ليه بقى بحتاجها؟ عشان تبقى هنت ليا، ها افتكر انا عملت ايه، او اللي حتى بيكمل المشروع ورايا يفتكر. الناس برضو داخله تكتب اسمها وخلاص، مش فاهم يا جماعه ما تكتبش الاسم دلوقتي. ممكن الناس اللي بتكتب الاسم عاجلين على ايه؟ لسه دكتور، هو حضرتك بتحرك السلايد ولا هي ثابتة؟ لا انا بحركها. هي مش بتتحرك عندي، الشاشة ثابتة. طب الناس كلها يا جماعه، لا انا بنتحرك حاليا في عادي، الكومنتس. بتتحرك عادي يا دكتور. طيب ايه بقى، انت عندك مشكله يا ريس؟ تمام، انا خلاص حاليا مش واقف مشكلة، عند البايثون كومنتس. طيب تمام خلاص. انا لا لا اشتغلت لا، انا هفتحهم يعني، هفتح انا السلايد من الفايلز من وخلاص عندك. يعني. طيب طيب اوكي ماشي. طيب اوكي يا جماعه، لو انا عايز اعمل مالتي لاين، ممكن اختار حاجه زي اللي هي التريبل سنجل كوتيشن او التريبل دبل كوتيشن، ممكن اعمل بيها الايه المالتي لاين. تمام، بس انا نصيحتي ليك عشان بس تبقى ثابت في حاجه معينه، حتى لو عندك 40 50 سطر كومنت، كل سطر حط قدامه ايه الهاش ساين خاص. تمام، خدنا بعد كده حاجه اسمها الفاريبلز، وقلنا يا جماعه الفاريبل او المتغير ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينر بس بيهولد داتا ان ميموري. كونتينر بيهولد داتا ان ميموري، يعني وعاء كده، وعاء بحفظ فيه البيانات وبخزنه فين؟ في الميموري بتاعت ايه؟ الجهاز. حلو قوي، زي ما بقول ايه؟ نمبر ايكوال 10، يعني احجز لي، ها احجز لي عندك في الميموري اسمه نمبر قيمته بيساوي ايه؟ 10. اللي قلنا قبل كده برضو اللغه سمارت انف ان هي تعرف ايه؟ تعرف الداتا تايب بتاع المتغير من غير ما يتذكر. في سي بلس بلس كنا بنقول ايه؟ انت نمبر ايكوال 10، صح؟ دبل مش عارف ايه بيساوي كذا. لا هنا في البايثون انت بتكتب المتغير وقيمته فقط. وقلنا اي متغير في العالم له ثلاث حاجات، هنا بس له حاجتين. ايه هم ثلاث حاجات؟ الايدنتيفاير اللي هو اسم المتغير، خلاص، ده تايب نوع البيانات، والفاليو بتاعت ايه المتغير. هنا في البايثون سيادتك حاجتين بس، ايه هما؟ ايه هما؟ الايدنتيفاير والفاليو فقط. الداتا تايب بتعرف ضمني. مش عارف برضه يا جماعه الناس مصرين يكتبوا اسمائهم، يا جماعه احنا مش هنهرب، يعني مش عارف ايه، ركز والنبي في اللي بيتقال. خلاص طيب، وبنقصين فاليو للفاليو يا جماعه ازاي؟ عن طريق يساوي ايكوال، بقول له ويب سايت ايكوال كذا، يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت اساينينج لفاليو لمين؟ لفاريبل. حلو، لو عندي مثلا فاريبل معين اقول له اكس بيساوي 5، اكس بيساوي 6، اكس بيساوي 7، اكس بيساوي 8، هياخد، وعملت برنت اكس، هياخد مين؟ هياخد اخر قيمه انا ذكرتها. خلاص، لو قعدت احفظ في متغير كذا قيمه ما علينا، هياخدها ذا ليتست اللي هي الايه؟ الاخيره. تمام، بعد كده خدنا حاجه اسمها كونستانت، ثابت. ثابت يا جماعه عباره عن ايه؟ ثابت عباره عن قيمه لا تتغير قيمتها في البرنامج، على عكس تماما الفاريبل. الفاريبل كل شويه ممكن تتغير 50 60 مره. تمام، بتغير القيمه بتاعتها، لكن الثابت او كونستانت حاجه موجوده في الميمو، في الميموري من اول برنامج حتى لاخره، وقيمتها ثابته زي الباي جرافيتي وهكذا. اتكلمنا عن الداتا تايبس، انواع البيانات في البايثون. يا جماعه لسه ما كملناش، لسه لا تكمله، بس احنا بناخد ايه المواضيع حته حته واحده واحده. خدنا البايثون نمبرز، وخدنا له ثلاث انواع، انت وفلوت وكومبلكس. كومبلكس نادرا ما تستخدمها، دايما هتستخدم الانت والفلوت. ايه الفرق بين الانت والفلوت سريعا؟ الانت اللي هو الانتجر اللي هي ارقام ايه صحيحه بدون علامات ايه كسريه، او بدون مش ديسمال. طب مين ديسمال بقى؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الفلوت. تمام، حاجات بسيطه وسهله وخدناها. السترنج يا جماعه هي عباره عن ايه؟ يونيكود كاركترز، يعني مجموعه احرف، سلسله احرف. طب بعرفها ازاي؟ لو سيادتك سوى فاريبل ان هو بتوين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، ده سترنج، ده سترنج. طيب قلنا موضوع التحويل الاول يا جماعه، لو انا عايز اجيب نوع متغير، لو انا عايز اجيب نوع ده طيب اللي متغير، بعمل ايه؟ بكتب كلمه طيب قدام المتغير، جاست
يعني بكتب كلمة تايب كده، عايزين مثال كده، بصوا بص لي كده على المثال ده، على المثال ده، بص كده في السطر الثامن، في السطر الثامن روح 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 كده، هتلاقي في الاخر ايه بيقول لك طيب نم اس تي ار. طيب نم اس تي ار دي معناها ايه؟ معناها هات لي نوع هذا المتغير. نوع ايه؟ نوع الده طيب اللي في ايه هذا المتغير، يا اما اقول لك اس تي ار يا اما اقول لك انت، حسب ايه نوع البيانات فيها. طيب انا بعمل كونفرت ازاي؟ بعمل كونفرت ازاي؟ عن طريق ان انا بكتب نوع الداتا تايب الجديده قدام المتغير. ازاي؟ بص يا ريس، لو انا مثال زي ده قلنا المره اللي فاتت جاب لي نام انت 120 ونام اس تي ار 456، هنا يا جماعه دول نوعين مختلفين. ليه؟ لان واحد انتشر واحد سترينج، هل ينفع اجمعهم؟ لا، هيقول لك عندك التريس باك. ايه التريس باك دي؟ انت عندك مشكله. ايه المشكله عندك؟ انك بتجمع نوعين او تو داتا تايبس مختلفين. طب لو هما انتجر وفلوت، يجمع عادي يديك فلوت خلاص، لكن انتجر وسترينج لا، يقول لك في مشكله. طب انا عايز بقى احول ايه؟ احول سترينج ده لانتجر. ما على سيادتك، كل اللي على سيادتك انك بتعمل ايه؟ انك بتروح جاي عامل، بص كده، روح لي للسطر اللي هو فين؟ ايوه، روح للسطر السابع، روح لي للسطر السابع اهو. نم اس تي ار بيساوي انت نم اس تي ار، دي معناها ايه؟ معناها حول لي هذا المتغير اللي هو نم اس تي ار اللي هو نوع سترينج، حوله لي الانتجر. ايه دليلك؟ اهو انت اسم المتغير كده، دلوقتي هو اتحول لايه؟ لانتجر. طيب يا جماعه، طيب اتكلمنا برضه المره اللي فاتت عن حاجه اسمها الانبوت والاوتبوت والانبوت خلاص. اعتقد احنا كنا واقفين المره يا جماعه عند كام؟ عند 45 حد كده ذكرني يا شباب. ايوه دكتور 45. تمام. طيب الاوتبوت والانبوت والامبورت التلاته يا جماعه فانكشنز مهمين جدا جدا جدا، ولا يخلو اي برنامج منهم. خدنا اول حاجه الاوتبوت دي عشان اطلع حاجه على الشاشه، يعني تو برنت خلاص. فجاست ان انا بعمل ايه؟ برنت واعمل قوسين واحط الجمله بتاعتي. لو انا عايز اطلع كاركترز حروف او نص، لو عايز اطلع نص مع قيمه بعمل ايه؟ بعمل برنت كده وبين قوسين، اروح كاتب الجمله بتاعتي بتوين سنجل او دبل كوتيشن، واعمل كوما واحط اي اسم متغير ايه. هنا هيعمل ايه؟ هيطبع الجمله ديت ويطبع لك قيمه الايه. طيب لو عايز اطبع، خدنا الحاجات دي المره اللي فاتت بقى، لو فواصل او نهايات تمام. لو عايز اطبع بشكل معين بحتاج فانكشن ثانيه اسمها فورمات. قعدنا نتكلم في الحوار ده كتير، قعدنا نتكلم في الحوار ده كتير. ايه يا جماعه الحاجات دي كلها تطبق؟ لو قعدت اتكلم في الشرح في اكواد وكده وسيادتك ما طبقتش في ايدك، ملهاش اي ستيل لازمه، خلي بالك تمام. لو قعدت اشرح اكواد كده وسيادتك ما طبقتش، ملهاش لازمه تمام. طيب كملنا برضو في البرنت، ازاي اطبع بصيغه معينه، حاجه اسمها كيورد ارجيومنت، واستخدمناها برضو في ان اطلع عدد بعد يعني كم رقم بعد العلامه، اتحكم فيها رقمين اربعه خمسه زي ما انا عايز تمام. الانبوت، اتكلم عن الانبوت، قلنا يا جماعه الانبوت بدل ما بعمل اوت بوت على السكرين، لا انا باخد قيمه من اليوزر. يعني الحد اللي فات ده يا جماعه كل اللي فات ده عباره عن برامج استاتيك. يعني ايه استاتيك؟ انا بحط قيمه من نفسي، بقول له اكس بكذا، واي بكذا، احمد بكذا، ابراهيم بكذا تمام. دي حاجه استاتيك انا بحطها بايدي، لكن انا عايز بقى اخلي اليوزر يتفاعل معايا. طب يتفاعل معايا ازاي؟ عن طريق هذه الداله او هذه الفانكشن. ايه دي بقى؟ الانبوت خلاص. بقول له نم بيساوي انبوت دكتور انا، معناها ان هيظهر لليوزر. ايوه معلش، ممكن تشرح السلايد اللي فات بقى؟ لما حضرتك تشرح السلايد ده اللي هو بتاع السلايد اللي فات، احنا المره اللي فاتت شرحناها في التفصيل وضعنا فوات كتير جدا. انا على فكره انا براجع، خلي بالك انا براجع تمام. طيب يعني انت عايز عايز ده ولا عايز عايز ده ولا ده؟ لا اللي هي بتاعت ارقام، يعني طيب حاضر. بص
اكس اكس هنا يا جماعه 12 وبعد العلامه 3 4 5 6 7 8 تمام. هو عايز ايه؟ هو عايز يطلع رقم بعد او يطلع رقم مثلا ايه بشروط معينه. ايه الشروط المعينه؟ يقول لي بقى انا عايز رقمين بعد العلامه، ثلاث ارقام بعد العلامه، خمس ارقام بعد العلامه. طب اعملها ازاي؟ اكس بقول له برنت عادي جدا عشان اطلعه او اطبعه اون سكرين. حلو، وبفتح قوسين هم، ركز بقى، بحط بتوين سنجل كوتيشن ذا فاليو اوف اكس از، دي كلها كاركترز فهتجيلي ثابته. سيبك من دي، ركز في الاجابه بقى. عندي علامتين بيرسنت، عندي علامتين بيرسنت، علامه جوه السنجل كوتيشن وعلامه بره السنجل كوتيشن. احنا كده ماشيين حته حته اهو. انا عندي رقم خلاص، والرقم ده فلوت، وعندي كام رقم بعد العلامه عايز اتحكم فيه اطلعه بشكل معين. بعمل ايه؟ بقول برنت، والبرنت وافتح اقواس، جوه الاقواس بعمل سنجل كوتيشن، جوه السنجل كوتيشن اكتب اي جمله عايزها. قيمه اكس هي كذا بالعربي بالانجلش وات ايفر بقى. تمام، تعال بقى بص لي، في علامتين بيرسنت، علامه جوه السنجل كوتيشن وعلامه بره السنجل كوتيشن. فين يا عم دي؟ اهي، ادي واحده وادي الثانيه. طيب فهمناه ده ليه بقى؟ عشان اتحكم فيما بينهم، فيما بينهم كده هعمل كنترول صغير، هعمل تحكمية كده صغيره. طيب حلو، ايه بقى يا عم ده؟ بعد البيرسنت 3.2f، دي معناها ايه بقى؟ بص يا ريس، 3 دي، 3 دي بترمز للرقم الصحيح اللي هو على الشمال اللي هو فوق بقى في الاكس بيساوي كام؟ 12. طب واحد بس انت قلت 3، ما هي هتيجي 3. لا يا ريس، 3 دي لو انت قلتها 4، لو قلتها 5، لو قلتها 6، لو قلتها مليون عادي. دي سيمبوليك، يعني ايه سيمبوليك؟ بترمز للرقم الصحيح اللي هو اللي على الشمال اللي هو عندي هنا 12، ايا كان هو بقى. خلاص؟ يعني هو يعني افهم منك ان التلاته دي مش هيطبع تلاته؟ لا مش هيطبع تلاته. امال ايه التلاته دي؟ سيمبوليك، يعني ايه سيمبوليك؟ رايح بتشاور على ال 12، بتشاور على الرقم الصحيح. جرب كده حطها 4، حطها 5، حطها 6، مفيش اي حاجه هتتغير. بتشاور على الرقم ايه؟ الصحيح ده. حلو، ادي الايه؟ البوينت. حلو، 2F، 2F معناها ايه؟ اعمل لي فورمات، اعمل لي فورمات للارقام اللي هي بعد البوينت. 2F معناها ايه؟ حط رقمين. طب اللي تحتها دي 4F، حط 4 ارقام. بس هنا هيحط رقمين ويقرب. تمام؟ في دالت كده، في دالت راوند كده في مخفيه كده تشتغل. يعني ايه؟ يعني هنا 12 المفروض يطلع كام؟ 12 34 صح؟ مش قال 2 اف اهي؟ تمام؟ لا، تعالى بقى بعد الاربعه كام؟ 5، 5 فيما فوق يزود واحد، اللي خدنا الحاجات اللي خدناها في الدايره ديت في تالت اول خلاص؟ زود بقى واحد على الاربعه بقى كام؟ بقى 12 35. ادي يا جماعه الناتج اهو، the value of x is 12 35. تمام؟ بص بعد 2 اف بنقفل في السين كريشن ونكتب ايه؟ بيرسنت اكس. واحد يقول لي ايه فادي البيرسنت الثاني؟ ما بين البيرسنت والبيرسنت بحط الشروط بتاعتي، بحط الفورمات بتاعتي، بحط الشكل بتاعي. طب ايه الاكس دي بقى؟ الاكس اللي هو الرقم ده كله، امال هو هيشتغل على مين؟ هو يروح يشتغل على مين؟ الاكس اهو. خلاص لازم في الاخر يذكر الاكس. اوعى تكتب ده كله وفي الاخر ما تقولش الاكس، هيروح يجيب منين؟ ها هيروح يشتغل على مين؟ لازم تقول له بيرسنت ايه؟ اكس. اللي كان عايز نراجع عليها وصلت ولا صعبه؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام زي الفل. طيب الانبوت تاني، قلنا الانبوت يا جماعه انا بستخدم الانبوت ليه؟ عشان اخد قيمه من اليوزر. بتعمل ازاي؟ بروح جاي كده جايب اي اسم متغير، بقول له نمبر 1 نمبر 2 وات ايفر بقى بلس، واقول له بيساوي انبوت، ودي جمله كده استرنجيه كده معتبره كده، انتر نمبر، بقول له عم حط رقم. واحد يقول لي ممكن اسيبها فاضيه، اسيبها فاضيه، بس خلي بالك انت لما تيجي ترن هتبان فاضيه قدام اليوزر، فاليوزر مش هيعرف يعمل ايه، هو عايز مني ايه؟ فانت لازم تقول له كده، ها لازم تقول له حاجه عشان يتفاعل معاك، انتر نمبر خلاص كده عشان يعرف انت عايز منه ايه. لكن انت لما تيجي ترن وتلاقي كده كيرسر كده بيروح بيظهر ويختفي ومستني اليوزر يحطها، بس هو مش فاهم، فانت لازم تدي له جمله نصيه عشان تعرفه. انتر نمبر، هتظهر قدام اليوزر انتر نمبر، يقعد الراجل حاطط 10. برنت نم، برنت نم يقعد طابع الايه؟ طابع ال 10 اللي هو اليوزر حطها في ايده. خلاص؟
الامبورت، قلنا يا جماعه الامبورت فانكشن انا بستخدمها لما عاوز، لما عاوز ايه؟ لما عاوز اشتغل على مكتبه او موديول من بره. خلاص يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا عندي موديول اسمه الماس، ده المفروض موديول رياضي. الناس برضو عماله تكتب اسمائها، مفيش فايده مفيش فايده. طب انا ممكن يعني بحاجه بسيطه كده وظريفه كده امنعك تعمل اي حاجه خالص يعني، يعني مش فاهم يعني انت يعني انا حاسس يا جماعه الغرض بس من المحاضره الناس تخش تحضر تكتب الاسم وتمشي. ما تسمع يا ريس، اسمع شوف قول كده، لو حاجه كويسه وبتفهم كمل، ها وان شاء الله هتكمل. حاجه مش مفهومه ما كملش خلاص. طيب ادي الايه، ادي الامبورت. اذا الامبورت يا جماعه بعمل ايه؟ بجيب مديول او لايبراري او وات ايفر يعني، حاجه من بره مش موجوده دلوقتي قدامي على البايثون خلاص، فبعمل لها ايه؟ امبورت. فاقول له امبورت ماس. يعني ايه امبورت؟ هات لي الموديول اللي اسمه ماس. موديول يا جماعه ده حاجه ضخمه جدا 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 يعني، هو يعني بص اسم حاجه، بص موديول اربع خمس حروف كده حاجه سهله، ولكن هو بيحتوي على مئات بل الاف وقد احيانا ملايين الاكواد والاسطر البرمجيه جواه، وفي جواه مجموعه فانكشن كتير جدا، وقد يحتوي على كلاسز يعني ليله كبيره سعادتك. تمام؟ فانا ايه؟ فانا بقول له امبورت ماس خلاص، وعجي بقى عايز حاجه جواه اقول له برنت ماس دوت باي، اطبع لي الباي اللي جوه الماس. حلو قوي. بس انا يا جماعه ما اعمل امبورت لماس ده كده ويجيب رجالته كلهم كده يعني صعبه شويه، ففي طريقه احسن من كده؟ قال لك اه، في طريقه ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجيب الجزء اللي انا عايزه، اجيب الجزء اللي انا عايزه ازاي؟ فروم ماس امبورت باي، من الموديول، ها من الموديول بتاع الماس هات لي الباي. جميل قوي. وبعدين بريت باي دي حلوه قوي، كده اخترت ايه؟ اخترت اللي انا عايزه. تمام؟ النقطه اللي انا عايزها او الجزئيه اللي انا ايه؟ اللي انا عايزها، بدل ما اجيب الموديول ايه؟ كله. في خدنا مثال تاني ان نعمل امبورت سيس. سيس يا جماعه ده برده موديول اخر زي الماس كده. تمام؟ اختصار سيستم، ده ايه؟ بيعرفك الباص اللي انت واقف فيه. يعني انت واقف على السي بفولدر كذا، جوه فولدر كذا، جوه فولدر كذا، بس. هو بيعرفك انت مكانك فين خلاص. ده كاحد ايه؟ كاحد الموديولز اللي بستدعيها. بستدعيها ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق فانكشن اسمها ايه؟ امبورت. حلو. يبقى خدنا اوت بوت قيمنا فيها، وخدنا انبوت باخد فيها يوزر من القيمه من اليوزر سوري، وامبورت بجيب ايه؟ او بستدعي موديول من بره. حلو. خدنا بعد كده الحاجه اسمها الاوبريتورز. يعني ايه يا جماعه الاوبريتورز؟ المعاملات بالعربي اللي هي من الاخر كده العلامات اللي انا بستخدمها اجمع واطرح واضرب واقسم او اقارن، ها او اعمل اي عمليه بين كيانين عندي او قيمتين عندي. خلاص قلنا اهم يا جماعه الاوبريتورز اهي، الزائد والناقص والتي والعلى. في عندي حاجه اسمها البيرسون اللي هي الريميندر باقي خارج الاسم، وفي عندي حاجه اسمها الدبل سلاش لو حد فاكر بيديني الرقم الصحيح، يعني قسمت مثلا 10 على 3 فيها 3 وكسر، لا هي 3 يعني كم دبل سلاش 3 ايكوال 3 بيديني رقم الصحيح. طب الباقي ده بتاع البيرسنت بتاع الريميندر خلاص. دبل اسيسك دي معناها الباور اللي هو اس، ما اجي اقول لك 5 باور 2 معناها 5 25 يعني ال 5 ضرب في نفسها كام؟ مرتين. طيب ودي امثله عليها خلاص. خدنا بقى حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها كومباريزون اوبريتورز. كومباريزون يا جماعه اوبريتورز اللي هي ايه بقى؟ اللي هي معاملات المقارنه، اللي هي اكبر من، اصغر من، اكبر او يساوي، اصغر او يساوي. تمام؟ نون ايكوال، لا يساوي، دي كلها معاملات بتقارن بين قيمتين. طيب لو انا قارنت بين قيمتين بيديني ريزلت ايه؟ او يديني الاوتبوت ايه؟ يا اما ترو يا اما فولس، يا اما مقارنه يعني محمد اكبر سنا من ابراهيم، يا لا هنا بقى لا في هنا ككود او برمجيا ترو اور فولس. زي هنا كمان كده اكس ب 10 واي ب 12 يجي يدوك جمله كده يقول لك اكس جريتر ذان واي، اكس اكبر من واي، ودي غلط يبقى فولس. يبقى هيرد عليك في الكومباريزن اوبريتور
يا اما ترو يا اما ايه يا اما فولس. تمام خدنا اللوجيكال اوبريتورز المعاملات المنطقيه، المعاملات المنطقيه اللي هي ايه اللي هم ثلاثه اند اور نوت، اند لو الاثنين شغالين اكس اند واي، اور لو واحده شغاله والثانيه لا اكس اور واي، نوت اللي هي عكس. تمام وبرده بيرد عليك برده يقول لك يا اما ترو يا اما فولس، خلاص يا اما ترو يا اما فولس. تمام الاساينمنت اوبريتورز اللي هو ايكوال، وقلنا برده المره اللي فاتت يا جماعه الفرق ايه، الفرق بين ايكوال وايكوال ايكوال. ايكوال بيعمل اساينينج لفاليو لقيمه معينه، تمام ما اقول لك اكس ايكوال 5 انا بخصص الاكس بقيمه 5، لما اقول لك اكس ايكوال ايكوال 5 دي معناها هل الاكس بيساوي 5؟ دي كونديشن، دي ايه كونديشن. وادي الامثله بتاعتها خلاص. في عندي بقى هنا يا جماعه ايكوال اللي هي العاديه، في عندي حاجه اسمها ايه خلي بالك بلس ايكوال، دي معناها ايه زود لي، يعني ما اقول لك اكس ها بلس ايكوال 5 دي معناها ايه زود لي على اكس 5، يعني هي بتساوي اكس بلس 5. معلش يا دكتور ماينس، معلش يا دكتور ممكن بس اعرف الفرق بين ايكوال وايكوال ايكوال؟ ماشي اسئله من دقيقه بس قول تاني. ايكوال انت بتعمل اساين، حاضر بتعمل اساين لفاليو معينه، يعني ايه اكس بيساوي 5، اكس بتساوي 5 خلاص، انت بتقول له احجز لي اكس في الميموري بقيمه 5 تمام، فاريبل عادي جدا. لما تيجي بقى تقول له ها اكس ايكوال ايكوال 5 دي معناها ايه؟ معناها هل الاكس بيساوي 5؟ هنا بقى كونديشن، هنا كونديشن شرط خلاص، مقارنه هل 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 القيمه اللي على الشمال ها بتساوي القيمه اللي على اليمين؟ فلازم يرد عليا بجواب شرط، لازم يرد عليا بجواب شرط. لكن لما اقول له بس الاكس بيساوي 5 ما يردش عليا، خلاص انا عملت اساين او اساينينج للاكس ب 5 ما يردش عليا خلاص في الميموري. لكن لما اجي اقول له اكس ايكوال ايكوال 5 هل الاكس يا ريس عندك في الميموري ب 5؟ يرد يقول لي اه او لا، كونديشن يديني لوب وات ايفر بقى هيديني ايه، بس لها تكمله لازم يرد عليا. وصلت؟ ايوه دكتور. ان شاء الله وان شاء الله لما ناخد الكونديشن هتشوفها بالتفصيل المل يعني. تمام هنا عشان نرجع يا جماعه قلنا بلس ايكوال معناها ايه؟ معناها زود لي على الاكس 5، هنا ها ماينس ايكوال نقصت من الاكس 5 نفس الكلام بقى ضرب في اكس 5 الريميندر اقسم لي على 5 ها الريميندر على 5 الصحيح على 5 باور 5 نفس الايه نفس الحوش. طيب اعتقد احنا وقفنا هنا صح كده ولا ايه يا جماعه؟ طيب تعال بقى ناخد ايه بقى، تعال ناخد برضه مش هنكتر مش هنكتر انا يا جماعه تاني بقول غرضي للمره المليون، غرضي ان سيادتك تكون فاهم كل كلمه انا بقولها، انا مش جاي امشي سلايدات ها وخلاص. الاول يا جماعه في ناس هنا في في الـ AI معايا في المادة ديت؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب بصوا يا جماعة الـ AI يا جماعة دي مش عايز اقول لكم حظها كارثي خلاص معايا، يعني انتوا كنتوا اول محاضرة خدناها اونلاين، تاني محاضرة لو حد فاكر ومتابع معايا احنا خدناها ايه ها كنا نبتديها شوية وشرحنا وابتدى الصوت يعلى وقلنا هنأجلها وعملنا فيديوهات، الاسبوع التالت نفس الكلام. معلش يا جماعه الاي اي ان شاء الله ان شاء الله انا بوعد الناس بتوع الاي اي ان المره الجايه انا مش هشرح حاجه جديده، انا هراجع على الثلاث محاضرات اونلاين واي حاجه سيادتك. حاضر من عينيا حاضر، مع ان مع العلم انا رفعت انا برضه ذاك حقك انا رفعت لك 10 مقاطع فيديو كده في بلاي ليست على اليوتيوب على القناه بتاعتي وكل مقطع 4-5 دقايق بحاول اختصر لك على قد ما اقدر، يعني الكلام اللي هو الكتير بحاول اختصره لك وبترجم لك السلايد واحده واحده ونمشي مع بعض ايه واحده واحده. فانت بص انا برضو مش هسيبك، عندك اثنين مرجعيه الاونلاين مع بعض خلاص والفيديو يا جماعه، الفيديو يا جماعه دي مهمه جدا جدا جدا. اي نعم انا ببقى متكتف فيها بيني وبينك، يعني ببقى متكتف فيها بحاول ما اخرجش عن سياق الكلام عن سياق كده عشان الفيديو ما يطولش، يعني الفيديو اللي يعني مثلا نزل لك الاسبوع اللي فات ثلاثه فيديو بحوالي ثلث ساعه، ساعه ممكن يشرحوا مثلا في ساعتين انت فاهمني، بس انا بحاول ما اطولش عليك بحاول ما اخليكش تمل. تخيل سيادتك كده اديتك مثلا فيديو ساعتين
هتسمعه؟ ما اعتقدش. لسه بقى وتقعد بقى تاجل وتسوف وبكره وربنا يسهل وربنا كريم ومش تسمعه. لكن لما تلاقي مثلا ثلاث اربع فيديوهات كل فيديو 5 دقايق، اه يا عم نشوف يا عم الراجل ده بيقول ايه، عايزين نجيب تقدير، عايزين نفهم الماده، تمام. فان شاء الله يا جماعه بوعد الناس بتوع الاي اي ان شاء الله المره الجايه، بس ربنا يكرم، ربنا يكرم ويكون الدنيا ستيبل يا جماعه. والله التاجيل ده غصب عني، التاجيل ده والله العظيم بيبقى غصب. اوعى تتخيل لحظه ان انا مكسل، لا طب المحاضرات كلها شغاله، المحاضرات كلها شغاله، حتى ما بكسل في حق مش بكسل، حتى ما يكون في ظرف حصل معين بحاول حتى ما سيبكش في نفس اليوم اللي وانا رافع لك الايه الماتيريال والفيديو بتاعتك. اوكي طيب تعال بقى نكمل، نشوف حاجه غايه في الاهميه في البايثون وفي اي لغه برمجيه، ركز معايا والنبي عشان بقى بدايه الكلام الايه الكويس، ولا صعب ولا حاجه بس بدايه الكلام الكويس. تعال نشوف كده. عندي يا جماعه في اي لغه برمجه حاجه اسمها فلو كنترول. يعني ايه فلو كنترول يا جماعه؟ يعني انا بتحكم ها في تدفق البرنامج. يعني ايه برضه؟ اتكلمنا كلام عربي. اقول لك دلوقتي البرنامج ماشي يا جماعه لاين 1 لاين 2 لاين 3 لاين 4 لاين باي لاين، وصف الكومبايلر او الانتربريتر شغال يترجم سطر سطر، تمام؟ متفقين؟ متفقين. حلو. لو انا بقى عايز، لو انا بقى عايز اروح على جملة معينة ها او اديله شرط معين او اديله لوب معين، خلاص؟ يعني ايه؟ يعني عايز اشتغل على احتمالات، عايز اشتغل على ها conditions معينة، خلاص؟ يشتغل عليها بحيث لو الشرط ده، لو الشرط ده شغال يقعد يحقق لي كذا وكذا وكذا وكذا. طب مش شغال هيحقق لي حاجات تانية بكتير. ما تيجي تخش في الدنيا كده عشان نشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي. طيب اول حاجه يا جماعه، اول حاجه من البايثون فلو كنترول انا اتحكم في مسار البرنامج، خلاص؟ عندي حاجه اسمها اف الس ستيتمنت. اف الس ستيتمنت طبعا خدناها قبل كده في لغات برمجيه اخرى وفاهمين الايه الاستراكشر بتاعها، بس معلش ركز معايا، ركز معايا، اعتبرني بقولها لك لاول مره، خلاص؟ هنا يا جماعه ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه decision making. انا باخد قرار، باخد قرار بناء ايه؟ بناء على شرط معين. الشرط ده اتحقق هيحصل حاجه معينه، طب ما اتحققش هيحصل حاجه ثانيه، عشان كده اسمه flow control او اسمه decision ايه making. يلا يا عم نخش على الايه على المضمون، ركز معايا، بص لي هنا كده، ها بيقول لي اف جايب بعدها test expression وجايب بعدها مكتوب فوق بعض اللي هو الكولن ده، وتحت كده جايب لي statement دي اول حاله وابسط حاله ل اف. ايه بقى دي يا عم؟ مالها بقى؟ مالها بقى؟ انا بقول له اف وبديه الكونديشن بتاعي اللي انا بسميه تيست اكسبريشن، خلاص؟ وبعدها بجيب statements. طب انا عايز افهم الحوار ده على الفلو شارت دي، خلاص؟ ركز معايا، انا جاي اهو، جاي اهو من الكود اللي فوق للكود اللي تحت، حطيت الراجل على حاجه اسمها تيست اكسبريشن. يعني ايه؟ بدي له جمله معينه كده بتست بيها، التيست ده لازم يرد عليا يا اما ترو يا اما فولس. طب لو هما لو هو ترو، لو الشرط ده اتحقق ايه اللي هيحصل؟ هيروح للبادي اوف اف للستيتمنتس اللي بعد ايه اف، هيحققها. طب قدر هو فولس، يطلع بره، يطلع بره الكونديشن، يطلع بره الاف. اوكي يا جماعه؟ طيب حلو قوي. تيجي بقى نبص كده نشوف، ها نشوف كود عشان نفهم اكتر كده، انا فهمت الايه الاستراكشر بتاعها، عايزين نخش على كود معين. تعالى كده ايه واحده واحده. بص يا ريس، هنا يا جماعه هنعمل برنامج هنعمل برنامج على موضوع ايه؟ البوزيتيف والنيجاتيف، لو الرقم ها موجب او سالب. تعالى نشوف كده، num equals 3، واحده واحده معايا num equal 3. يعني ايه؟ احجز لي متغير اسمه num قيمته 3. نقدر نعرف نوع هذا المتغير؟ اه طبعا، ما احنا قلنا البايثون مش محتاج تكتب. ده ايه نوع يا عم؟ انت اللي عرفك او مديني رقم صحيح، زي الفل. تعال بقى، البرنامج كان ماشي في حاله اهو، هوب راح ل ها جمله اف، راح لحاجه اسمها decision making اتخاذ قرار.
يلا ورينا كده. يلا اف نم اكبر من الصفر، لو النم ده اكبر من الصفر اوعى تنسى الكولوم ده، اوعى يا جماعه تنسى الكولوم دول، اوعى تنساهم دول، لو ما كتبتهمش مش هياخد اندنتيشن كده بعد الايه بعد الاف. طيب ايه اللي حصل؟ برنت نم از ا بوزيتيف نمبر، اطبع لي يا عم ان النم ده اللي هو الثلاثة از ا بوزيتيف نمبر. امتى؟ امتى؟ لو النم ده اكبر من الصفر. تمام. طيب جايب بعدها جمله برنت من اول سطر This is always printed. طب دلوقتي عايز اسال الناس، عايز اسال الناس ايه الفرق برنت في السطر الخامس وبرنت في السطر السادس؟ السطر الخامس لو الكونديشن بتاعت اف اتحققت دي جوه الكونديشن بتاعت اف، لو اتحققت يطبع البرنت دي، لو ما اتحققتش مش هيشوف اللي هو الكونديشن بتاع الاف وينزع البرنت اللي تحتها على طول، ده حاجه وده كونديشن وده كونديشن تاني خالص. تمام. والبرنت تحت بقى ها كلتا الحالات طبعا رقم 6 ده هيطبع برنت ايوه 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 عشان البايثون ما فيهاش اقواس فدي تعتبر خارج الكوز بتاعت الاف. تمام. يعني انت عايز تقول ان رقم 6 صوت السادس ده برنت دي مش تبع حد صح كده؟ ايوه كده كده. الله ينور. زي الفل. كل اللي جاوب يا جماعه صح، برافو عليكم. برنت يا جماعه الثانيه اللي هي صوت خامس ديت دي تابعه لاف. لا ايه دليلك؟ اهي اندنت اهو، في اندنت اهي، في مسافه اهي، دي تابعه لاف، دي تابعه للشرط، لو الشرط سيادتك اتحقق هيطبع ان النم اللي هي 3 از ا بوزيتيف نمبر. حلو. طب اللي بعدها دي بقى دي ملهاش اي دعوه باللي فوق، دي سطر او 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 لاين من اول السطر ده كده كده هيتنفس، سواء الشرط اللي فوق شغال مش شغال هو اقول لك ماليش فيه، انا يا باشا جاي من اول سطر، انا رئيس جمهوريه نفسي، انا مع نفسي هنطبع، يعني هنطبع. ايه دليلك ان هو جاي من اول السطر؟ ها جاي من اول السطر. يبقى ركز بقى، هي سهله وبسيطه بس ركز. يعني قصد حضرتك لو في اندنت يبقى السطر ده تابع لفوق. طب لو مفيش اندنت يبقى سطر خاص بنفسه، مستقل بنفسه، اندبندنت، خلاص يبقى يشتغل لوحده. حلو قوي، تعال نكمل. طيب جه هنا بقى حط لي النم ايكوال ماينس 1، النم بيساوي سالب 1، وداي نفس الشرط اف نم اكبر من الصفر، اللي يحصل يا عم؟ قول لي نم برنت نم از ا بوزيتيف نمبر، خلاص لسه الشرط اهو برضه اكبر من الصفر، اطبع لي قيمه النم وقول لي الرقم ايه موجب. طيب جاب تاني البرنت الصغير بتاعتنا اللي هي برنت ذيس از اولسو اولويز برنتد، يعني في كل الاحوال هتنطبع. طيب الشرط هنا يا جماعه هنا هيتحقق فعلا وهيطبع لي، بصوا 3 از ا بوزيتيف نمبر، ده يا جماعه الاوتبوت صح، ودي في كل الاحوال هتطبع سادس زي ما اتفقنا ذيس از اولويز برنتد اللي هو ده، يبقى ده اتنفذ وده اتنفذ. تعال بقى يجي على هنا، ها هيشوف الشرط، هي هنا النم بيساوي سالب 1، يعني الشرط ما اتحققش، اذا برنت اللي تبعها مش هيتنفذ، برنت اللي تبعها مش هتبقى دي ها بره الاوتبوت بتاعنا، وزي ما اتفقنا البرنت اللي جاي من قصاد ايه هتنطبع، يبقى ادي اللي ايه هينطبع. يبقى هيخرج عندي ثلاث مخرجات، ايه هما؟ البرنت دي عشان الشرط اتحقق، والبرنت دي عشان في كل الاحوال هتنطبع، دي تطلع بره السياق عشان مش متحققه، الشرط مش شغال خلاص، ودي في كل الاحوال هتنطبع. يبقى ده عندي سطر 2 3، ادي يا جماعه الاوتبوت ايه بتاعي. يبقى 3 is a positive number, this is always printed, this is always ايه ها this also always printed، ادي الاوتبوت بتاعي. في اي حد يا جماعه عنده اي مشاكل في السلايد دي؟ هي سهلة جدا وبسيطة جدا، لكن أي حد عنده أي مشاكل في السلايد دي؟ تمام. هي بسيطة جدا، تمام زي الفل. طب يا دكتور. نعم. لو عاوز أخلي الاثنين برنتد جوه الإف أعملها إزاي؟ اثنين برنتد؟ في الإف نفسها. يعني البرنت الثاني عاوزها تبقى مع الإف. مشكلة على المسافة. انا برضو مش فاهم برضو يعني طلع ايه؟ طيب طلع ايه؟
الدكتور عايز بدل جمله طباعه واحده عايز يحط جملتين. ما تحط يا عم 4 5 يا عم، ايه المشكله يا عم؟ حط 4 5 ايه المشكله؟ هي الكومه دي اخترعوها ليه يعني؟ الكومه اخترعوها ليه؟ خلاص هو بص بص بص، وهنا لما في سطر 10 هنا ماشي، سطر 10 او 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 الـ او الـ او الخامس، لما قال له برنت، ها فتح قوسين كده، هو حط كام حاجه يا جماعه؟ هو يرد عليا، رد انت عليا، في السطر الخامس او في السطر العاشر حط ايه؟ حط جمله واحده. هي كده جمله واحده؟ مين قال لك كده؟ حط قيمتين قيمه النم وعمل كومه وحط جمله ايه؟ ها جمله نصيه. لك حط حاجتين، هي بتطلع جمله واحده اه، بس هي عباره عن حاجتين، ركز، هي عباره عن حاجتين. نام دي لوحدها، نام دي لوحدها اللي هي الثلاثه، والجمله دي من اختيار سيادتك زي ما انت عايز. فكده طلع حاجتين، لو عايز تطلع اربع حاجات كومه وحط يا عم زي ما انت عايز، خلاص زي ما انت عايز. اوكي، وبعدين يا جماعه بصوا انا نفسي يا حبيبي في كود انت ما تسالش، انت جرب، روح عدل كده، جرب شوف هتحط ايه، هتعمل ايه، خلاص اقعد فاهم مع نفسك كده، اتفقنا يا رجاله؟ اوكي. قصده البرنت اللي في السطر رقم 6 دوت، هو عايز تخليها جوه الاف، فهيعمل لها انتنديشن بس كده وهتبقى جوه الاف خلاص. ده سؤالك؟ ده سؤاله هو، انا بقول لا هو اللي مش قصده اللي جوه، مش قصده اللي جوه البرنت. معلش هو بس شرط، انت قصدك اللي في السطر السادس او السطر ال 11 تبقى تبع اف؟ رد عليا. ايوه هو ده كان سؤال يعني. ولا سؤالك؟ هتاخد مثال يا ريس، قبل البرنت اللي فوق وبرنت قبل البرنت اللي في السطر السادس او ال 11، خد تبعية، خدها تبعية كده، خليها تحت البرنت اللي فوق وشكرا. كده ساعتها تبع اف اللي فوق، تبع الشرط اتحقق الطبع. طب ما اتحققش مش شرط الطبع. بص انا افتكرت ان انت عايز تحطها تبع برنت اللي تبع اف، خلاص اوكي يا جماعه. طيب بس في حاجه دلوقتي، حد لاحظ حاجه؟ احنا قلنا الشرط اللي فوق والشرط سواء اتحقق او ما اتحققش ماشي، يعني اتحقق فوق جاب حاجه، طب لو ما اتحققش تحت في السطر 10 كده التاسع سوري، هنا الشرط ما اتحققش ليه؟ لان النمبر بيساوي سالب واحد، الشرط في الشرط التاسع ما اتحققش، فبالتالي ما طبعش. هو ما ينفعش ازود حاجه اقول له طب والله لو الشرط ما اتحققش هات لي حاجه ثانيه؟ ينفع ما ينفعش؟ إلس الله ينور ماشيين واحده واحده اهو، ماشيين حته خلاص. هجيب إلس. اذا إلس يا جماعه بتيجي امتى؟ بتيجي لو انا الشرط اللي انا قايله في الاف كونديشن ما اتحققش. طبعا بس هي بتيجي ليه؟ هي مش بتيجي كده ايه كميه عدد او هي اسمها اف إلس، لا ده ممكن اجيب اف بدون إلس عادي جدا زي اللي فات وشغاله زي الفل. امتى بجيب إلس يا جماعه؟ لو الشرط ما اتحققش عايز اديله حاجه ثانيه. تعال نشوف كده، السنتس بتاعها عامل ازاي؟ اهو اف تكست اكسبريشن اف، وبدي له ريس جمله الشرط بتاعتي. حلو، طب اتحققت بيجي البادي اوف اف، اتحققت بيكمل البادي اوف اف تمام. طيب ما اتحققتش بيجيب ايلس، بيجيب مين؟ ايلس، ويديك البادي بتاع ايه؟ بتاع الايلس. تعال نشوفها بالشكل. بص يا ريس، داخل الوقت اهو، داخل الوقت على التست اكسبريشن. ايه يا عم التست اكسبريشن؟ اللي هو الشرط بتاعي، اوعى تنسى اف كذا بيساوي كذا، ده اسمه التست اكسبريشن، جمل الشرط بتاعتي خلاص. طيب لو جمل الشرط دي بقى ترو، لو هي ترو هيروح على البادي ايه؟ اوف اف، هيكمل على ايه؟ على الاف، ويديك الايه؟ جمل الجواب بالعربي، جمل الجواب الشرط خلاص. طب لو هي فولس، هيروح على مين؟ هيروح على إلس، ويديك البادي بتاع مين؟ بتاع الإلس خلاص. بعد يقول لي يا ريس خدش على الكود على طول عشان ربنا يكرم. طيب حاضر، بص يا ريس على الكود ده، النام بيساوي 3، مش عايز ابعد برضو عن اللي احنا خدناه هناك، نفس الاكزامبل عشان دي تكون ايه واضحه بالنسبه لك. النام ايكوال 3، حلو يا عم،
خلاص انا عملت متغير في النوري اسمه رم وقلت له الداتا كام نوع يا عم ان عرفت منين او رقم صحيح او ده حلو كان ده مفهوم ركز معايا if num ها greater than or equal zero ادي التست اكسبريشن بتاعي الشرط بتاعي لو النام يا ريس اكبر من او يساوي صفر ايه اللي يحصل print positive or zero اطبع لي ها جمله نصيه ايه هي موجب او صفر else خلي بالك بص else ما جاتش تحت print else مش تبع الاف else تقول لك انا زي اف بالظبط كونديشن جديد الله ينور عليك اذا كانت هي اف وشايف نفسها الكونديشن بتاعها خلاص انا برضو else وجاية عشان اقول في حالة عدم تحقق الشرط مش هي الزعيمة هي تبتدي لكن انا ليا ايه ها ليا الحتة بتاعتي قلت انت وظيفتك ايه انا جاية عشان اقول في حالة عدم تحقق الشرط اعمل حاجة تانية يبقى قلت ها تحت اف اوعى تنساها والنبي قلت تحت اف المساواة equal to اف خلاص قلت يعني في حاجه عند حق الشرط اللي فوق ها برنت نيجاتيف نمبر لما اجي يا جماعه اعمل ران للبروجرام ده يا جماعه حاليا بصيغته كده هيديني ايه بوزيتيف اور زيرو الله ينور عليك ليه لان الشرط اللي فوق اتحقق ان النم اكبر من هو ما بيساويش صفر ولكن انت قلت فوق نم اكبر من او يساوي صفر يعني قلنا في حاله الاور لو خد فيهم لو واحده فيهم اتحققت يبقى شغاله يبقى هيطبع لي بوزيتيف اور زيرو لو خلينا النم دي يا جماعه ها بماينس 3 هيعمل ايه هيروح نيجاتيف نمبر ايوه لا هيروح على الاول على الشرط ده مش هيتحقق يبقى هيروح على مين على البادي اوف ايلز على جمله ايلز اهي ما اتحققش يا معلم ده ايه يشتغل يبقى ساعتها هيطبع لي ايه نيجاتيف نمبر حلو قوي كلام بسيط وكلام سهل وكلام مفهوم وبناخد احنا الموضوع واحده جميله يا جماعه في عندك حاجه اسمها كونديشنز وحاجه اسمها لوبس انا مش عايز اقول لك الاثنين دول ها الكور بتاع اي بروجرامنج لانجويج يعني اوعى تتخيل برنامج في حياتك كده ما فيهوش شرط ولا فيه لوب تمام حلو قوي تعالى بقى احنا حابين نكبر الموضوع شويه يعني ايه نكبر الموضوع شويه احنا كده كويسين ما حلو قوي كده لا معلش لو انت بقى عندك شرط واثنين وثلاثه واربعه يا معلم هتعمل ايه بقى طب بقى تقول if else بقى ها وشغالين كده قال لك في حاجه ظريفه قوي ها هي كان زمان اسمها else if بس قال لك هنا بدل ما هي كبيره كده هنخليها اسمها if ال اف اي ان اي اف طب بتعمل ايه بقى تعال نشوف بص بس اف تيست اكسبريشن اف وادخل على جمله الشرط بتاعتي الشرط اتحقق هيروح على البادي اوف اف امين يا عم تمام طيب ما اتحققش يروح تاني على حاجه اسمها ال اف وياخد شرط جديد ياخد تيست اكسبريشن تاني اتحقق هيروح على البادي اوف اف اللي هي الثانيه دي حلو طب ما تحققش يروح على ايه على إلس انت يروح على إلس لو الشرط الاولاني والشرط الثاني ما تحققوش الراجل ده خلاص فاض بيه مفيش حاجه من اللي فوق نافعه يقول لك انا بقى ايه دوري بقى يا معلم اخش يبقى يروح على ايه على البادي اوف إلس اوكي ادي السنتكس بتاعها عشان بس تفهم السنتكس ماشي ازاي انا ما يهمنيش انت اهم حاجه يا جماعه لوجيك اهم حاجه اللوجيك ان بروجرامنج تفهم المنطقيه ماشيه ازاي خلاص وده اللي بيجيب ان شاء الله هتعرف لكن اللوجيك هو اللي يهمني في البروجرامنج خلاص طيب يلا يا عم دكتور اتفضل انا سامع في وش الصوت بيوش انت حضرتك في طياره سيادتك ماشي يا جماعه احنا في مصر خلاص في
وانا بقى ايه بقى منطقه مش عايز اقول لك يعني، يعني مزعجه جدا جدا. الصوت كان مظبوط في الاول، بعد كده خف بقى قليل كده، واول لما الطياره عدت بقى في وش عالي بس مش شفت. طب دلوقتي حلو بس يعني قليل شويه، خفيف شويه. طب يعني طب كده، طيب كده حلو يا دكتور، حلو. المايك فوق يعني، على فكره هعمل ايه تاني؟ طيب ادخل جوه المايك؟ صعب. لا خلاص خلاص ماشي. طيب ده الفل. اذا طب انا عايز بقى، انا فهمت يا عم السنتكس بتاع الاف والالف، معلش الحق بكود عشان الحق اركز. ممكن لو رحنا للاكزامبل اللي فات مثلا بتاع اف والالس، وعايزين مثلا نطبعوا ايه، زيرو بوزيتيف ونيجاتيف. عامل حساب ما تقلقش، جاي احنا شغالين النهارده على البوزيتيف والنيجاتيف، مش هخرجك بره الدايره ديت عشان اديك كل الكونديشنز بتاعته. بص اللي بس يهمني تفهم السينتاكس اللي ماشي بيه الاف ال اف وبجيبها ليه. بص يا جماعه الناس كلها فاهمه كونديشنز، ولكن ساعه ما يقيس البرنامج يبدا ايه يحتار، اجيب انهي وما اجيبش انهي. انت شوف الدنيا عندك عامله ازاي، شوف انت عندك كام كونديشنز. وعلى فكره انت ممكن تعملها بالاف الس صح، مش هقول لك لا، بس انت ساعتها هتكون خدت اسطر كود اكواد كتير جدا. يعني انت مثلا في حاجه مثلا تعمل باربع خمس اسطر، عملت 20 سطر. فالذكاء ان انت تختار الكيس المناسبه، تمام؟ طيب في حاله اف ال اف ايه اللي بيحصل؟ انا محتاج يا جماعه لما بيديني اكتر من تيست اكسبريشنز، يعني اكتر من شرط واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ساعتها بقى بحتاج ايه؟ بحتاج ايه؟ لكن لو شرط واحد رايز اف الس واطلع، لو شرط واحد اف الس واطلع اتحقق بعد الاف، ما اتحققش بعد الالس. طب كده شرط اف ال اف، حلو قوي. تعال نشوف كده ايه الشكل بتاعها ماشي ازاي، تعال نشوف الشكل بتاعها ماشي ازاي. ركز معايا، انا يهمني قوي، يهمني قوي الشكل ده معاك، يهمني قوي اللوجيك اللي بيحصل هنا. بص تعال نشوف الراجل داخل اهو، يبيع عليه هوت على اول تيست اكسبريشن، ده بتاع مين؟ بتاع الاف، بتاع الحاجه الكبيره. بص داخل على مين؟ على اف. حلو، الشرط ده كان ترو، كان ايه؟ كان ترو، ايه اللي هيحصل؟ هيروح على البادو والاف ومتشكلين نعم. بص طيب لو كان فولس، لو كان فولس اول شرط هيروح على التيست اكسبريشن بتاع اول ال اف، بتاع اول ال، ممكن يبقى في واحده ثانيه، في واحده ثالثه. بص يبقى اول ال اف هتقابلك هيروح ايه؟ على التيست اكسبريشن بتاعها، الشرط بتاعها. لو هو ترو هيروح على البادي بتاعها. طب لو هو فولس هيروح على مين؟ على البادي اوف الز، على اللي بره خالص. يبقى الاولاني اتعمل فولس والتاني بقى فولس، يروح على مين؟ يروح على الالس. يبقى انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الالس دي بيحتاج لها او بيروح لها لما يكون فاق بيه من اول شرط وتاني شرط. اول واحد ما اتحققش، التاني ما اتحققش، خلاص يا عم انا ماليش مكان مع الناس دي، يروح فين؟ مع الالس. حلو قوي الكلام ده، كلام ظريف وكلام بسيط. خش يا ريس على المثال، ولسه برضو احنا شغالين في نفس المثال عشان الراجل اللي اتكلم من شويه ما يزعلش. شغالين برضو على البوزيتيف والايه؟ والنيجاتيف. بص يا ريس، هنا قال لك النم ايه؟ بيساوي 3.4. حلو، حفظ التغير اسمه نم في الميموري 3.4، ده من نوع ايه يا عم؟ فلوت. اللي اعرفك او بوينت اهي 3.4 خلاص. حلو، خش على الشرط، خش على الشرط. اف نم ريتر زان زيرو، لو النم اكبر من الصفر ايه اللي هيحصل؟ برنت بوزيتيف نمبر. حلو قوي، يبقى دي اول شرط عندي، لو النم اكبر من الصفر اطبع لي عم بوزيتيف نمبر، امين. خش على الشرط الثاني، ال اف ال، وخلي بالك بص بص بص، اف ال اف الس على قدم المساواه، كل واحد بشرطه، كل واحد بشيلته، كل واحد بحاجته. اوعى تحط حاجه تابعه لحاجه ثانيه، كل واحد مستقل، خلاص كل واحد كيس. حلو قوي. الشرط الثاني ال ال اف النم ايكوال مين بقى اللي كان بيسال على موضوع الايكوال ايكوال؟ ها احضر بقى يا ريس، احضر خلاص اهي. هنا بقى انا عايز اقول له لو النم بيساوي، لو سيادتك كتبتها نم ايكوال زيرو، ها هيقول لك في ايرور، هيقول لك في ايرور. ليه؟ لان هنا انا بسال،
هنا بحط كونديشن بقول له بقى في حاله لما يكون النام ايكوال ايكوال، هل النام بيساوي الصفر؟ هنا بقى ساعتها بقى سؤال كويشن خلاص، ساعتها اعمل ايه؟ برنت زيرو، اطبع لي زيرو. إلس، ها مين يقول لي يا جماعه ما معنى إلس هنا؟ لو الشرط الاولاني او الثاني ما اتحققش يتبع الثالث. الله ينور، لو اول الشرط اللي هو نام اكبر من صفر ما اتحققش، والشرط الثاني اللي هو نام بيساوي صفر ما اتحققش، لو الشرطين ما اتحققوش اللي يحصل؟ برنت نيجاتيف نمبر، اطبع لي رقم سالب. في الحاله دي يا جماعه اطبع ايه؟ في الكيس دي اللي احنا فيها دي اطبع ايه؟ هيطبع بوزيتيف. الله ينور، هيطبع بوزيتيف ايه؟ نمبر. طب ان كيس ان النمبر صفر، زيرو هيطبع زيرو. تمام، ان كيس نم ماينس 4.5 نيجاتيف نمبر. تمام زي الفل زي الفل. ماشي لحد دلوقتي يا جماعه الدنيا سهله وبسيطه، ماشيين حته حته، ماشيين جزء جزء. تعالى بقى حاجه اسمها نستد اف. راح نقول يا عم احنا كنا كويسين يعني، لازم نروح نستد ديت، ما الدنيا كانت حلوه كده وزي الفل، لازم نروح نستد اف. لازم هنعرف نستد اف. بص كده نستد اف يا جماعه دي معناها ايه؟ معناها ان انا بحط شرط جوه شرط. العربي كده اسمها اف المتداخله. اف المتداخله يعني ايه؟ يعني ستيتمنت ممكن كان بي نستد انسايد وانا نظر. خلاص طب يعني ايه بقى؟ نشوف بقى الكود بقى عشان ايه النظر ده بعمل منه. ماشي تعال نشوف. بص يا ريس، بص على المثال ده كويس قوي قوي قوي. انا في نفس المثال، خلي بالك انا في نفس المثال ما خرجتش، اللي هو ايه؟ اللي هو بيطلع لي الرقم يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف يا اما زيرو. خلاص بس هنا بقى عملتها بشكل اخر، عملتها بدون احتياج ال اف. بص 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 بص، هنا لما عملتها عملت ايه؟ اف ال اف الس، جبت الثلاثه. لو انا عايز هذا البرنامج باستخدام اف الس بس، هعمل ايه بقى؟ ساعتها غصب عني هحتاج النستد اف او اف المتداخله. اف جوه اف. تعالى يا عم شوف بقى ايه الحوار ماشي ازاي. بص يا ريس، واحده واحده كده، واحده واحده. النم بيساوي، احجز لي يا عم متغير اسمه نم، بيساوي الفلوت انبوت انتر. على الانبوت دي احنا شفناها قبل كده بتعمل ايه؟ ها بتعمل ايه؟ بتاخد قيمه من اليوزر عشان تخلي البرنامج دايناميك، في تفاعليه. مش انا اقول له نم بيساوي زي ما قلنا اللي فات، اقول له النم بخمسه ومات على كده. لا، هنا النام بيساوي فلوت انبوت انتر نمبر، دي معناها ايه؟ هات لي قيمه، هات لي قيمه من اليوزر ايا كان القيمه اللي هيديها لك، ودي خليها لي من نوع ايه؟ خليها لي من نوع فلوت. حلو؟ حلو. حتى لو هيكتب اربعه، اربعه دي تحول فلوت ازاي؟ تبقى 4.0 فلوت، وهي نفس القيمه اربعه. حلو؟ ماشي. يبقى هنا هياخد قيمة من اليوزر أيا كان هي، ويدخلها لي بفلوت، ويخزنها لي في متغير اسمه إيه؟ اسمه نم. حلو أوي. تعالى بقى نشتغل على مين؟ على الإف، ونشوف إيه اللي هيحصل. بص يا ريس، إف نم أكبر من أو يساوي الصفر، لو إيه؟ لو النم اللي فوق ده اللي حاطط اليوزر خلاص أكبر من أو يساوي الصفر، تمام؟ المفروض بقى ايه؟ يديك بقى جوه الشرط. لا، اداك اف، ركز، اداك اف جوه اف التانية. واحد يقول لي طب اشمعنى؟ بص، اول شرط ده يا جماعه هو في شرطين بس مش واخد بالك يا عم، هو شرط واحد يعني انت هتتالف. هو يا عم شرط واحد اهو. لا، شرطين بس، ركز. ايه هم الشرطين؟ اول شرط ان النام اكبر من الصفر، وتاني شرط ان النام بيساوي صفر. والله شرطين، شرطين بس مدمجين في جمله واحده. فانا عايز افك الشرطين دول، عايز افك الشرطين دول باسلوب ظريف. فاعمل ايه بقى؟ ساعتها بقى افكها بنست الاف. يعني ايه؟
يعني هو جايب اف تانية تبع الاف اللي فوق واقول له معلش النام فيها ايكوال صفر، ولو ساعتها بيساوي صفر برنت زيرو. طب إلس خلي إلس دي تبع إف دي معاها إيه؟ معاها بص معاها أفضل المساواة، بس الاثنين دول تبع إف الكبيرة. إلس الداخلية برنت بوزيتيف نمبر. آدي يا عم نستد إف، آدي نستد إف. يبقى نستد إف بتيجي إمتى؟ لما يجي لك شرط كده كبير يكون بيحتوي على شرط أو اثنين أو ثلاثة. خلاص؟ أنا بقى بحاول أفكه بإف داخلية. بحط جواه كده، ركز بقى الحته دي، ركز في الحته دي، بقول له اف نام ايكوال صفر. جوه مين؟ جوه اف الكبيره. اف الكبيره فيها شرطين، يا اما اكبر يا اما يساوي. بقى انا جوه كده جوه اف الكبيره طريق جايب اف صغيره كده، اقول له طب النام ده لو بيساوي صفر يا عم ها اطبع لي زيرو. طب ما بيساويش ها خليه ايه؟ خليه بوزيتيف. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. طيب نيجي بقى على إلس بقى الباقيه دي مع اف الكبيره، خلاص. لو اللي فات ده كله يا ريس ما تحققش، يعني لو ما كانش اكبر ولا كان بيساوي اعمل لي ايه؟ برنت نيجاتيف نمبر، اتبع لي رقم ايه؟ رقم سالب. اوكي واضحه يا جماعه ولا صعبه؟ واضحه يا دكتور. حلو قوي. احنا بص بقى، احنا قعدنا النهارده نشتغل على مثال واحد باكثر من صوره، مره بالاف بس من غير ايه؟ إلس، ومره بالاف إلس، ومره بالاف الاف. اتفضل. هو حضرتك قلت الاف الاولانيه الشرط بتاعها الاف الاولاني، والاف الثاني الشرط بتاعها اللي هي الاولاني اللي هو برنت زيرو. طب والإلس اللي بعديها ايه؟ الإلس اللي هي دي، بص النمبر اللي هي دي امتى؟ بص انا هنا فوق مدي ايه شرطين، صح؟ يا اما اكبر او يساوي الصفر. عايز اعمل ايه؟ عايز افكها. عايز اجيب حته كده على جنب كده تحت الاف اللي فوق اقول له ايه؟ لا، لو هي بتساوي صفر ها زي إلس دي معناها بقى ايه؟ لو هي اكبر من الصفر اللي بتاعت اف اللي فوق يعني. ايوه الاثنين دول تبع اللي فوق. ما هي بص انا ما عملتش حاجه، انا هو الشرط الافات الكبيره اللي فوق دي هي شرطين، خلاص. جيت عملت ايه؟ فكيتها بحتتين. اول حته قلت له لو بيساوي صفر هات لي زيرو. طب إلس دي معناها ايه؟ معناها لو اكبر من الصفر. واحد يقول لي عرفتها منين؟ ما قالش كده. لا قال يا ريس، قال فوق. الاثنين دول تبع اللي فوق اهو. ايه دليلك؟ ادي اندنت اهي وادي اندنت اهي، ده كله تبع الاف اللي فوق. عملت ايه؟ قسمتها حتتين بدل ما هي حته واحده. لو بيساوي صفر. طب لو ما بيساويش، هي ضمنيه معناها ايه؟ اكبر من الصفر، يبقى هيديني بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف نمبر. خلاص؟ إلس بقى الأخيرة دي بقى، إلس الأخيرة ها، لو إف دي كلها باللي جواها كده باللي جواها ما تحققش، إيه اللي هيحصل؟ هيطبع لي نيجاتيف نمبر. يا جماعة لو أي حد عنده مشكلة في هذا المثال، معلش نعيد مرة واتنين وتلاتة وأربعة ومليون، ما تقلقش. أنا يهمني إحنا دلوقتي واقفين مثلا على 56، مش مهم إن ناخد صوت بعدها، نخلص دلوقتي ما علينا. انا مش عايز. طب استنى نشوف كده اللوب فين. لا مش هديك اللوب النهارده، احنا هنوقف عند الجزء ده بس. تمام يا جماعه، بعد اذنك لو سمحت، انا عايز كل جزء بناخده حتى لو سلايد، 2 سلايد، 3 سلايد، 4 سلايد، خلاص. اي جزء بناخده لو سمحتم يتنفذ ويتعاد مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص. ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء بتاع البيزكس كده هحاول كده اجيب لك مسائل، ودي انا هديها لك تعتبرها كويز، خلاص. هتحلها مع نفسك ماشي، وهتبعت لي كود. يعني هبعت لك ايميل معين كده في وقته هبعت لك ايميل معين كده، وسيادتك هتبعت لي الحل عليه. انا عايزك تحل اكبر قدر من المسائل على الجزء بتاع البيزك ده. يا جماعه الاو او بي سهله، اسهل حاجه في الدنيا. انا يهمني الجزء
الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. تمام؟ انا يا جماعه كده خلصت، مش هشرح تاني. لو في اي مشاكل في الجزء اللي احنا قلناه خلاص اتفضل. دكتور هو سؤال بس، هو الموضوع يا دكتور ايه اللي احنا نخش نعرف الاسئله ليه؟ موقعين اسمهم ايه اللي نخش عليهم نقعد نتدرب فيهم؟ حاضر حاضر. بص بص يا ريس، في حاجه اسمها كود فورسز، كود فورسز سي او دي اي فورسز اف او ار سي اس، كود فورسز. وفي عندك حاجه اسمها هاكر رانك، اتش اي سي كي اي ار رانك ار ان كي على بعض، هاكر رانك خلاص. وفي مش عايز اقول لك في لسته يعني في قائمه طويله عريضه، بس دول اشهر اثنين يعني، مديك اشهر ايه اثنين خلاص. وابدا الامثله اللي هي بدائيه قوي قوي قوي، اللي يقول لك اطبع لي كذا، طلع لي كذا، ابدا من فروم سكراتش، ابدا من الصفر فيها. اوعى تروح لمثال كده ها جوه شويه هتتعقد. اسمع مني اسمع مني خلاص. ابدا يعني ايه بروبلم 1 بروبلم 2 بروبلم 3، ابدا حل المسائل ايه بالترتيب خلاص. عايز مثال ظريفه كده يعني. بص يعني بص حاول كده. طب بص يا جماعه، طب بص انا هبعت لك بعد ما اخلص دلوقتي، هبعت لك على الشات كده ماشي، اللي هو البابليك يعني، هبعت لك كذا لينك كده لكذا حاجه ممكن تدرب نفسك من خلاله. اوكي تمام. بس عايز دلوقتي الجزء يا جماعه اللي اتشرح دلوقتي، في اي مشاكل من اول السنه مش من دلوقتي، من اول ما ليكشر لحد دلوقتي، كان معاك كلهم، هل فيهم اي مشاكل؟ طيب حلو الجزء ده يا جماعه. لو سمحت لحد اتفضل اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا دخلت المحاضره الساعه 9:30 ومش عارف اكتب الاي دي والاسم بتاعي، في حظر في الكومنت. انا منعت ليه بقى؟ لان الناس كلها سايبها من الشرح اللي انا شغال فيه، ونازله تخطاها في الحضور. لا والله انا كنت مركز مع حضرتك الساعه 9:30. حبيبي يا حبيبي، مش انت في ناس كده داخل تكتب اسمها وتطلع دلوقتي. أيوة. سيادتك ممكن تخش اسمك عادي. لا ما مش عارف برضه اكتب. دلوقتي تمام ماشي. لا هتعرف ماشي. الف شكر يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، اتفضل. انا كتبت اسمي في الاول تمام، بس انا حاضر معاك يعني المحاضره من اولها وكده، فده عادي ولا اضطر اكتب اسمي تاني؟ بص انا باخد الاسماء عندي مرتين، عندي اوبشن كده في البارتيشنز كده، بعمل حاجه اسمها داونلود اتندنس ليست، ده اوبشن عندي تمام. فكل مره بعمله، وانا برضه باكد برضه عليك انك تكتب اسمك برضه في اسمك في الحضور. هو دلوقتي مفتوح، كتبته قبل دلوقتي كده او عايز تكتبه دلوقتي ولا انت عايز؟ مره خلاص زي ما انت عايز اللي يريحك. تمام. نعم. ولو في كورس يا دكتور كده يعني باخد شهاده منه، زي مثلا اي كورس عامه في البايثون او اي حاجه ممكن اخشه يعني جانب الدراسه، يعني مثلا الدي اس. يا ريس ايوه معاك. بص دلوقتي في اكتر من موقع يعني، سيسكو نفسها فاتحه دلوقتي كورسات اونلاين خلاص، وبتاخد شهاده من سيسكو. يعني لو انت مثلا رايح لحاجه اسمها سايبر سكيورتي، لو انت بتفكر مثلا فيها، وغيرها كورسيرا دلوقتي بسم الله ما شاء الله فاتحه كورسات اونلاين بالعبيط خلاص. ادخل كده يا ريس على كورسيرا ماشي، وشوف الكورسات اللي هي فري كلها اونلاين تمام. وبتاخد شهاده في الاخر. انا لو عملت مليت الابلكيشن او فورم ودخلت في الدي اس سي والكورس بتاعه حلو يعني ممتاز. بص في عندك كده حوالي 7 8 9 شركات، ها 7 8 شركات كده. لو انت رحت خدت الكورس بتاعها، مش عارف الكورسات يا جماعه متكلفه، والله الكورسات متكلفه يعني حاجه كده يعني بيسموها رانكت يعني لا ترتيب او لها علامات مميزه. فانت ادخل. بس احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان انت بتتحمس قوي اول كورس، اول ما تشوف فيديو اتنين وتحس ان انت مش عارف مليت، وبعدين بتطلع وما بتكملش تاخد الشهاده. هي بس عايزه مصابره شويه من حضرتك خلاص، تمام. فهي روح على كورسيرا فيها يا جماعه كورسات والله. انا بادئ مع الدي اس سي
بايثون. حلو حلو، كمل كمل. بص بقى، بص بص بايثون وويب الفرونت اند اللي هو ال HTML و HTML5 CSS. طيب نصيحتي ليك، نصيحتي ليك، طب اسمعني اسمعني، نصيحتي ليك خش في تراك واحد بعد اذنك. ممكن نتفصل على حاجه؟ هتقول لي هتقول لي انا عارف اسيطر على الاثنين. لا معلش معلش معلش، انا بحب التركيز قوي قوي قوي. روح بعد اذنك في تراك واحد بلس تراك واحد وكمله، كمله، روح على الثاني، روح على الثالث، روح على الرابع زي ما انت عايز، بس ادخل في تراك واحد. انا فاهم، انا بتكلم ان انا ممكن استخدم البايثون في الـ في الويب عامه، فاهمني؟ طبعا طبعا. طب يا يا ريس يا ريس، البايثون ده، البايثون ده بتستخدمه في اي حاجه في حياتك، في الاي اي، في الداتا ساينس، في الويب. في الويب عندك حاجه اسمها ديجانجو وعندك حاجه اسمها فلاسك، اتنين فريم وركس محترمين جدا جدا جدا، وممكن تعمل احلى مواقع في العالم كلها بايثون. خلاص، بس لازم يكون معاك الجزء برضو اللي هو الاساسي اللي هو HTML و CSS و JavaScript، ده لا غير عنه. خلاص، انت بتاخد البايثون كايه؟ كيعني ك ك ك ك كباك اند، كباك اند، تمام؟ طب لو سمحت دكتور، ممكن تكتب فرونت اند هيبقى فول ستاك ديفلوبر كده. اه بالظبط بالظبط بالظبط. دكتور انا من اول السنه كنت واقف مع حضرتك على فور لوب مع إلس، فالسنه اللي فاتت كده في الترم الثاني. حلو؟ السنه اللي فاتت، السنة اللي فاتت من تاني؟ اه في عدد عبور introduction. كنا عاملينها، تحولت العشر تحولت العشر ولا ايه؟ اه طيب عشان جنب البيت بقى وكده. طب زي الفل، مش مشكلة عادي، سواء هنا او هنا مفيش اي مشاكل. تمام ماشي. احنا كنا طبعا، احنا كنا وقفنا عند الفور لوب كويس، وما كملناش ليه؟ لان قال لك ابحاث بقى ومش ابحاث والدنيا ضاعت. أيوة أيوة. يعني كويس، فدي دي فرصه كويسه برضه، احنا رجعنا مع بعض اهو، ونكمل بقى الجزء الباقي ان شاء الله. اه زي الفل زي الفل، توفيق ان شاء الله. يا جماعه حد عنده اي استفسار اي حاجه؟ سيب الكورس ده، حد عنده اي استفسار اي حاجه؟ الاي اي بقى يا دكتور ان شاء الله احنا نراجع ال 10 فيديوز اللي حصلوا ان شاء الله. ان شاء الله عن اليوم الحد الجاي بدون مقاطعه، بس ادعي كده ربنا يكرم والجو يكون مستقر. والله يا جماعه غصب عن، اقسم بالله غصب عني، فاهم؟ مش هناخد جديد، مش هناخد جديد، هنراجع على الثري ليكتشرز اللي احنا ايه مرينا بيهم واحده واحده كده من الاول. خلاص، واي حاجه فيهم مش واضحه انا تحت. هم 10 فيديوهات صح؟ اللي هم ال 10 فيديوهات. ايوه بالظبط، الثلاث محاضرات اللي هم الايه ال 10 فيديوهات. يبقى انت عندك ريفرنس المحاضره ان شاء الله تسجلها كده او نسجلها، وعندك ريفرنس تاني ال 10 فيديوهات اللي هم ايه اللي على اليوتيوب. اوكي يا جماعه، تمام كده؟ امشي تمام يا دكتور. نعم، وانا غير مسموح لي ان انا اكتب كومنت او اي حاجه يعني لسه؟ لا والله، والله فتحها للكل اقسم بالله، يعني استحى افتحها زميل. أنا حاليا مفتوح للكل والله العظيم. اه عندي برضه لسه غير مسموح. طب ممكن تعمل ريفريش كده وتجرب؟ طب تمام، يعني اعمل ريفريش الصفحة كده وجرب، او اطلع وخش تاني. لو الناس عامة بسم الله ما شاء الله، يعني الناس في كتابة الحضور اساتذة ان شاء الله يعني. اوكي ماشي يا جماعة، طيب ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. Oh, okay.